اجتماع في العاصمة الموريتانية نواكشوط يعقده قادة جيوش مجموعة دول الساحل الخمس بحضور قائد الجيش الفرنسي. المشاركون في الاجتماع ناقشوا الوضع الأمني في دول الساحل وتنامي هجمات الحركات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو. المواضيع اللي تم تداولها مواضيع متعددة، فيها موضوع قوة القوة المشتركة وموضوع المنظومة الأمنية وموضوع هيئات التدريس مثلا الكلية الحربية، ومثلا تداولنا جميع المواضيع اللي تخص الأمن والدفاع على مستوى المنطقة. مجموعة دول الساحل الخمس التي تسعى لمواجهة الجماعات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد تواجه جملة من المشاكل والتحديات، من أبرزها التمويل وتزايد هجمات الجماعات المسلحة. مجموعة الخمس في الساحل تواجه عدة مشاكل على أبرزها نقص التمويل مما يؤثر على إطلاق القوة العسكرية المشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وهناك أيضا النشاط المتزايد للجماعات المسلحة في الساحل التي بدأ نشاطها يطال دول أخرى. اجتماع دول الساحل الخمس الذي يأتي في إطار الدورة العادية التاسعة للجنة الأمن والدفاع التابعة للمجموعة يأتي بالتزامن مع هجمات مسلحة تعرضت لها مناطق في كل من مالي وبوركينا فاسو، ورغم ذلك يتفاءل المشاركون في الاجتماع بمستقبل قوة الساحل التي يراد منها القضاء على الحركات المسلحة في الساحل الإفريقي.